عصافير البلبل هيج قلبي السملي، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقلي، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي، العود دندن دندن لي والطب طبطب طبطب لي. والخوذ مال الطرب من فعل هذا الرجل، فولولة ولولة ولي ولي يا ويلي، قلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل. أنا اسمي أيهام، عمري 7 سنوات، أنا حلمي أني أطلع لبرا كفي دراستي، صير دكتور، أجي لهون أعالج الناس وفيدهم. سنتين تقريبا، اي قصه تنقرا قدامه او كذا، اي قصه اي فيديو يطلع قدامه يجذب، هيك جذب، يحب يقرا كثير، يحب المطالعه، يرجع يعيدها لحاله القصه ويفكر فيها. بعمر تقريبا 5 سنين بلش ينجذب لموضوع الشعر، الشاعر الفلان المتنبي او الاصمعي، يحب انه يلقي لألون، يحب اللغه العربيه كثير الفصحى ويحب يحكي فيها. من 4-5 شهور بلشنا نكتشف عنده موضوع يحسب الحساب الذهني، وصل للمستوى الرابع فيه. هلا اي ارقام تعطيها لايهام، كان بالمئات او بالالوف او بالارقام عاديه بتعطيها هون، بيحسبها خيال من دون ما يحتاج الاله حاسبه او اي شيء. نظمت قطعا ظهور فتيعجز عنها الأدب لي، أقول في مطلعها صوت الصفير البلبلي.